وبمناسبة المحترفين النادي الأهلي النهارده بدأ المباراة بأربع محترفين: بيرسي تاو، أليو ديانج، علي معلول، أحمد كندوسي، والأربعة مهمين والأربعة مميزين. هنا نشيد بإدارة النادي الأهلي. احنا دائما ننتقد كل إدارات الأندية بما فيهم الأهلي والزمالك على المحترفين اللي بين قوسين مضروبين، زي برونو سافيو بالمناسبة برضه في النادي الأهلي. يعني زي ما بشيد بالمحترفين اللي كانوا بيلعبوا النهارده، برونو سافيو مش لاعب جيد، مش محترف جيد، والدليل النهارده حتى مع التغييرات، حتى مع ضمان النتيجه، برونو سافيو ما بيشاركش وهو قاعد على الدكه، والمباراه الماضيه كان مستبعد تماما واستبعد من كاس العالم للانديه. عشان برضه محدش يقول انت يا كريم بتأفور ليه في الكلام، هو لاعب ما فادش النادي الاهلي. طيب انا ليه بقول الكلمتين دول؟ مين الاربعه المحترفين اللي كانوا بيلعبوا النهارده في تشكيله النادي الاهلي؟ أليو ديانج لاعب دولي مالي، علي معلول لاعب دولي تونسي، أحمد كندوسي لاعب دولي جزائري. احنا قلنا مين؟ أليو ديانج وعلي معلول وأحمد كندوسي وبيرسي تاو الرابع لاعب دولي من جنوب أفريقيا. أليو ديانج الأهلي جايبه صغير في السن، أحمد كندوسي الأهلي جايبه صغير في السن، علي معلول الأهلي جايبه صغير في السن، بيرسي تاو انت جايبه من انجلترا اساسي في فرقته وهو اهم نجوم سان داونز قبل ما يروح انجلترا، واحد من اهم نجوم المنتخب الجنوب افريقي. ونسيت كمان كريستو اللي بيلعب مع منتخب تونس للشباب دلوقتي، لاعب دولي وصغير في السن. فدي المعايير او دي الصيغه اللي يتضم بيها المحترفين للاهلي والزمالك والمصري والاسماعيلي وبيراميدز واي نادي. معايير انت جايب لعيب صغير فهتقدر تستفيد منه في المستقبل، دولي فانت متاكد ان هو مستواه يعني يليق بفريق كبير، فدي معايير. ما تجيبش واحد وخلاص، ما تجيبش واحد وخلاص. لو انا بالمعايير انا قلتها دي، صغير في السن، لعيب دولي، عنده شخصيه ممكن تستفيد منه فنيا وماليا ان انت تعيد بيعه بعد كده، دي اللعيبه اللي انا قلتها. لكن واحد زي برونو سافيو بس، انا يعني ايه لما يبقى عندك 5 محترفين او 6 بكريستو ويقع منك واحد ممكن انا اتقبلها، ما تعدي، وان كان بما انك هتدفع ملايين الدولارات لا تبقى حريص جدا في اي محترف تجيبه جدا، ما ينفعش واحد منك يقع. واشد جدا لو تفتكروا باداره النادي الاهلي، رغم ان طبعا كل جماهير النادي الاهلي انتقدت هذا الامر جدا، انها لما واشد بكولر كمان، كولر اهم كمان من موقف اداره الاهلي، انه لما اداره النادي الاهلي، اداره التعاقدات في النادي الاهلي، ما قدرتش تجيب مهاجم في فتره الانتقالات الشتويه بالمواصفات اللي عايزها مارسيل كولر، ما جابوش. ما تجيبش، يعني ما تبقاش مضطر تجيب محترف لو مش احسن من اللي عندك، ما تجيبش. الاهلي لسه محتاج مهاجم، طبعا، بس ما كانش فيه، يعني ما كانش فيه في فتره الانتقالات الشتويه الصعبه دي في الشراء ان انا اشتري مهاجم كويس، ما تجيبش خلاص، بلاش. على فكره نفس الامر بالنسبه لنادي الزمالك. لنادي الزمالك في محترفين بيجوا سيئين جدا عشان جم من غير معايير، عشان جم. سامسون اكينولا ده اكيد جه من غير معايير، طيب، بس برضه ما هو الزمالك ده اللي جاب اشرف بن شرقي، الزمالك ده اللي جاب فرجاني ساسي، ده على سبيل المثال. معايير، انا جايب لعيبه دوليه مش صغيره في السن، هتفيدني كمان اللي قدامه، عندها خبرات يا جماعه النهارده فرحت انه كان في ماتش الاهلي والقطن في 4 محترفين جوه ارض الملعب في التشكيله الاساسيه. انا بتجنن اللي يبقى عنده محترفين ويا اما قاعدين على الدكه يا اما بره القايمه خالص. انت جاي ودافع لهم ملايين الدولارات وخليهم واخدين اماكن لاعبين مصريين عشان ما تستفدش منهم، بتبقى حاجه في منتهى الصعوبه، مش مفهومه. فحلو ان احنا نبني على ده، ويبدو كده ان الامور تحسنت، وهديك دليل ان الامور تحسنت. هتلاقي دلوقتي في المصري في محترفين كويسين، هتلاقي في انبي في محترفين كويسين، هتلاقي في المقاولين في محترفين كويسين، ممكن 1 أو 2 بس. واضح ان اللي بيختار بقى حريص، واعتقد ان الحرص هيزيد الفتره اللي جايه، هيزيد اكتر الفتره اللي جايه. ما ينفعش واحنا كلنا بنتكلم في امور ازمه اقتصاديه مصريه وعالميه ان نحن نصرف فلوس على الفاضي، لا نصرفها في المضمون. في المضمون مفيش مانع انك، بالعكس انا مع فكره على فكره انه يبقى في لعيبه محترفين، وانا قلت قبل كده وده رايي برضو ان انا عايز ازود المحترفين اكتر من العدد اللي موجود كمان، ده هيقوم المسابقه وهيقوم كمان من اللاعب المصري في المنافسه. بس تجيب الصح، ما يبقاش محترفين مش عدد وخلاص. ده فيما يخص النادي الاهلي. النهارده اللي عمل مباراه محترمه جدا،